ليس إعصار دانيال وحده الذي تسبب في دمار مدينة درنا، انهيار السدود وغياب الصيانة كانا سببين رئيسيين لضخامة الكارثة التي خلفت وضعا مأساويا في نفوس الليبيين. بعد كارثة درنا، السدود أضحت تشكل مصدر خوف للمواطنين، والتي يتركز غالبيتها في المنطقة الغربية والشرقية التي تتميز بالتضاريس الجبلية. يوجد في ليبيا 16 سداً مائياً تعرض معظمها للتخريب والإهمال وغياب أعمال الصيانة الدورية منذ عام 2011. من بين هذه السدود سد جازا الواقع جنوب بلدة برسيس التابعة لبلدية توكرا شرقي مدينة بنغازي، الذي دق حياله ناقوس الخطر بعد ارتفاع نسبة المياه فيه عن معدلاتها السنوية. السد الذي يبلغ ارتفاعه نحو 60 مترا سيكون له تأثير مباشر في حال انهياره على العديد من القرى كقرية المليطانية وبرسيس وبوجرار. تنفيذ عملية فتح صمامات التنفيس بالسد وتفريغ حمولته أصبح ضرورة حتمية وسط مخاوف من أن يتسبب في سيناريوهات كالتي حدثت في درنا مع اقتراب فصل الشتاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.